نخبة القوى السياسية أو القوى السياسية عامة والنخبة بالتحديد لا يتفقون على شيء، اتفقوا على ألا يتفقوا. فحضرتك بتطالبي بمرشح واحد للثورة وبتؤكدي أن هو ده الحل أمام الثورة المضادة أو القضاء على محاولات القضاء على الثورة من مقال تاني أقول كلمته ما أسمتيه باللهو العلني وليس اللهو الخفي. صحيح. ازاي نقدر يعني طبعا صعب جدا في وسط الخلافات دي، مين اللي هيرضى ان حد تاني يجي يقعد مكانه وهو يبقى نمرة اتنين؟ كل واحد عايز يبقى نمرة واحد. ده كلام منطقي اللي بتقوليه يا دكتور هالة. الحقيقة دعوتك ليا يمكن انا بقالي مدة ما طلعتش على الشاشة. ايوه ده انت من زمان قوي. ايوه الاوضاع كلها يعني ايه تصيب باكتئاب وبحزن لان انا كنت من الملايين اللي حلموا بالثوره وشافوها بضمائرهم وبقلوبهم قبل ما يشوفوها على الارض وده وكان عندي ايمان ويقين وما زال. وعلى فكره كل هذا وانا متفائله رغم كل هذا انا واثقه ان هذا البلد سيعبر هذه المحنه وانا بقولها للي بيديروا الان المؤامره. ليه بقى؟ وده اللي بياخدني انا ليه يعني حسيت باني فعلا عايزه اقعد واتكلم. ايوه عشان انادي على كل مخلص في مصر النهارده. ايوه اقول له اللي مش شايف ان في مؤامره تدبر وتكتمل بها مخططات الفوضى الممنهجة والاضطراب الشديد أعتقد يبقى يعني لازم يبص كويس قوي. أنا شايفة إن الأمور المسار كله مع سبق الإصرار خرج عن ما كان يجب أن يكون عليه ومش عايز أتكلم في الماضي. خلاص عايز اتكلم في الماضي. خلاص الماضي اللي هو كله يوم الثوره. لا مش الماضي اللي قبل الثوره لما قامت وعملنا استفتاء ومشينا غلط وقلنا خلاص ومش عاوزين نتكلم في الماضي بقى. خلينا نحاول عبر المسار الذي انحرف نحاول نصحح لاننا مش معقول حنبكي على اللبن المسكوب ونقعد نقول نرجع من الاول ونقول الدستور وده احنا النهارده بنقول الدستور ولا الرئاسه و و و و وبنسمع اقوال ان السيد المشير بيقول ما ينفعش رئيس جمهوريه بدون دستور وصلاحيات. طب هو المجلس العسكري بيحكم بايه؟ طب ما انت رئيس جمهوريه انت تمارس صلاحيات رئيس جمهوريه بايه؟ مش في اعلان دستوري؟ بالاعلان. الله اشمعنى رئيس الجمهوريه ما ينفعش ويتعامل الدستور على مهل وبما يعني ننضجه بالقدر اللي يعبر عن هذا الشعب في مسافه طويله في مسافه قصيره. احنا عندنا فقهاء دستوريين عندنا اهل فكره عندنا يعني مبدعين بلا حدود في مصر عندنا نقابات عندنا كل من يستطيع ان يشارك من خلايا حيه مكونه لهذا المجتمع لنسيج هذا المجتمع تقدر تتشارك في عمل هذا الدستور. ده لسه مش قادرين يتفقوا على اللجنه التاسيسيه. ما هو احنا بقى هنبتدي نشوف عمالين نلف حوالين نفسنا المحنه ما اطلق عليه دواخين يا لمونة. المحنه اللي احنا لعبه دواخين يا لمونة. احنا يعني الامر النهارده انا شايفه ان احدث الاضرابات الفئويه هي اضراب البرلمان. انت تضرب ليه؟ انت تضرب فئوي. انت تضرب ليه؟ انت تشتغل وتواجه مهماتك في قوي في ولا تدخل في صراع أعضاء مع حكومه. أي. المفروض أي. ان زمنها محدد بالفتره الانتقاليه. ما يعنيني الان كيف انجز هذه الفتره الانتقاليه عسى. بس هم معترضين انه طلبوا ما عجبهمش بيان الحكومه طلبوا استجوابات طلبوا تعديلات ما حصلش اي تعديل من اللي هم طلبوه وهم لهم اخطائهم ولهم اعذارهم لانهم يبدو قدام الناس انهم عاجزين تماما رغم ان كثير مما يريدون ان هم يادوه مش قادرين يادوه لان اما ان يوافق المجلس العسكري